حيدك سد يدك رخيها هسه رخيها قصارها بصاب احمد سنتين سنتين انصاب العصب الزندي عندك نعم طلقة كانت من نعم طلقة وراها صار عندك فقدان احساس صحيح هسه هنا ما عندك احساس نعم معكو سداقرس قوي يعني نعم ماكو نهائيا نعم هنا أنا عندك طبيعي صحيح. هذا طبيعي هذا العصب الوسطي هنا هنا العصب الزندي هذا الاصبع كامل ونص من هذا الاصبع ماكو هاي الجهه اكو بيها اكو بيها مو؟ هذا ماكو الطرف عندك بي موجود فاحنا عندنا هذا نص الاصبع وهذا كامل وهاي المنطقه عندك الاحساس واصل لهنا صحيح؟ هذا مكان الضربه يلا اعطيني جل خلينا نشوف الالترا ساوند نشوف النيوروما او نشوف الفايبروسيز خلال هاي السنتين سويت علاج طبيعي نعم وسويت اخذت مقويات للعصب صحيح سويت عمليه استكشاف عصب بالهند مو تذكر قلت لي اي نعم وقت تضرر العصب فسويت عمليه ربط بس هذا الاول نرف You can see this is the other nerve now scanning from here this is the other nerve We still hear also the frequency for the nerve through to the screen. Okay, this is the needle now. تاخذ عندك شوت My two hand better because there is some choking. Now here this is the this one. This is the nerve here. تعال اسرع هنا. Now we will do a dissection. روح نعمل سام. See, I had to dissect the fibrosis. See the nerve hole, how it's set here. Now this adhesions to the fascia. هذا تليف داخل لك اياه. Now this layer. Now see the nerve now. Different. So very clear now. See the diameter now is different. Okay. Now I will do the last hydro dissection here. So now I will check the sensory after 200 Hz 3 volts, 10 shots. حسنا؟ نعم. نعم؟ قريب. نعم؟ قريب. نعم؟ قريب. نعم قريب. نعم. هنا؟ قريب. نعم؟ قريب. صار الإحساس مالتها؟ أي نعم. كامل رجع؟ كامل. رجع كامل. أي. يعني صار طخة حسن. الإبرة هاي تكسر؟ أي. ها؟ أي نعم. ألم بها؟ نعم. افتح الاحساس وين كان عندنا احمد؟ هنا تعال هنا دكتور حسين وين كان الاحساس؟ لهنا لو لهنا؟ نعم الا القرصه قويه كان الا القرصه قويه هسه شو تحس؟ عندك اكو احساس نعم يعني طبيعي مثل هذا؟ نعم صحيح طبيعي؟ نعم هنا؟ اكو احساس كان ماكو هنا نهائيا؟ اي نعم حتى قرصه كان ماكو هسه اكو هنا وهنا؟ اي اكو هذا؟ اي نعم هذا؟ نعم نعم هنا؟ موجود هنا؟ هذا بعده ضعيف ها؟ راح يبص قوي خلص؟ ماك هذا ماك بالقفة مالته قليل أف قليل هنا ماك هنا قليل هنا أكو هنا هذا كان أكو إحساس هنا؟ لا ماك لأني هنا كان ما بين إحساس هنا؟ نعم
هسه نعم اكو نعم. شعر طبيعي جماعته نعم. عصبي يجي قوي كانت في قبضه